أيمن. ليلى. في كأننا نصيب نضحك مع بعض. يقول لك الضحك ده رزق. حلو المعنى ده. آخر حاجة كان ممكن أتخيلها النهاردة إن أنا أضحك. آه والله العظيم. لا ما هو أنا صحيح مكتئب والاكتئاب واكل تلات أرباع حياتي. بس برضه فنان كده وحساس. وليا برضه فلاتات معبرة. فنان؟ حلو، فنان في إيه بقى؟ بلعب بالإيمان. ما تهزرش. والله العظيم ما تهزرش. لا بجد. فنان في إيه؟ يعني. بيقولوا إن صوتي حلو. كان ليا طموح كده ان ابقى مطرب والناس كلها تسمعني. بس شكلهم ما لهمش نصيب يسمعوا صوتي. وربنا انقذهم الله اعلم. لا انا كده محتاجه اتاكد بنفسي معلش، الناس دي ربنا رحمها انها تسمع صوتك الوحش ولا ما لهمش حظ يسمعوا صوتك الحلو؟ ما تغني لي حاجه. بس بقول لك ايه؟ المود مش طالب اي حاجه فرايحي. اديني حاجه كده في الشجن من بتاعه الاستاذ بهاء سلطان اللي كلها تقطيعاتي، ولا اقول لك انا بحب عبد الحليم. اديني واحدة بقى مشيت على الأشواك، أي حاجة من الحاجات الحلوة بتاعته دي. قطع، أنتِ ناقصة. بعدين دي آخر علبة مناديل عندي. وبعدين أنا ما بعرفش أغني كده وأنا على لحم بطني. أنا لازم أدب بعديها أرجع. قصدي أغني. أنت بجد مسخرة. تحبي تفطري؟ واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.